السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فخامة رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية السيد عبد المجيد تبون، تحية طيبة عطرة خالصة خالدة من لواعج مكنناتنا القلبية، نرفعها إلى فخامتكم قائلين لفخامتكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمحوا لي بادئ بدء يا سيادة الرئيس أن أتقدم نيابة عن الخليفة العام وعن الأسرة التجانية الأحمدية في مدينة جرم بالسنغال بجزيل الشكر والعرفان لقبول دعوتكم لنا، ونحن ممتنون لفخامتكم ومعترفون لكم وللشعب الجزائري بالجميل على حفاوتكم. وهذا ليس بغريب من الجزائر، أرض الشهداء الأبطال، أرض مليون ونصف مليون شهيد. فمهما كتب الكاتبون ومهما أرخ المؤرخون وسطر المسطرون، فإنهم لا يوفون حق الجزائر التي رشت تربتها الطيبة بدماء شهدائها الأبطال الذين قدموا نموذجا فريدا من الدفاع عن الدين والكرامة الإنسانية. وزيارة الخليفة العام الشيخ حسن مرتضى ابن عبد الله السك إلى وطنكم الغالي دليل على أن الجزائر هي المنبع والمنشأ الأصلي لطريقة التجانية العالمية، بعد أن من الله عليها أن تكون مهدا للقطب الرباني أبي العباس أحمد التجاني. وهذه الدعوة تعتبر لنا وللقلعة التجاني الأحمدي في مدينة جنبة وللبلدين الشقيقين وللشعبين المسلمين وللرئيسين الكريمين شرفا وعزا وفخرا لنا وللخليفة العام. وفي الختام ندعو لفخامتكم ولسيادتكم ولشخصيتكم المكرمة بموفور الصحة والسعادة والرفاهية بفضل إخلاصكم ومهامكم الجليلة لخدمة الجزائر وشعبه وحكومته الرشيدة تحت قيادتكم. ونحن ندري دراية تامة أن الجزائر بخير وستكون بخير دائم ما دمتم يا فخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على رأسها، ودمتم وشعبكم الوفي بحفظ الله الرحمن الرحيم وحسن رعايته.